السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد سعيد، وإن شاء الله أنا طالع أتكلم عن جزئية معينة. سؤال جاي على الجروب ولقيت فيه تعليقات جاية كتير جدا عليه، يعني لو سمحت يا مستر جاوبنا، فحبيت أعمله فيديو أفضل. السؤال هو: ابني شغالة معاه فونكس، أشتغل إيه تاني معاه؟ ابني شغالة معاه فونكس، أشتغل إيه تاني معاه؟ بصوا يا جماعة، يستحسن أول شهر ما أشتغلش حاجة، سواء كي جي 1 كي جي 2 ايا كان وظيفر، تمام. اول شهر ما اشتغلتش حاجه معاه غير الفونكس، ادوس عليه في الفونكس، ادوس اضغط عشان يبدا حتى يقرا كلمه كلمتين جنب بعض، تمام. طيب بعد كده اشتغل ايه؟ اشتغل النمبرز، تمام. قول 1 و او ان اي 2 تي دبليو 3 تي اتش ار اي اي 4 اف او يو ار 5 اف اي في اي 6 لعندي 10 وانا ماشي. كل حصه ادي له حرف، كل حصه عفوا ادي له نمبر رقم واحد. طيب ايه كمان ممكن احفظه؟ اعضاء الجسم: eye, nose, mouth, ears, head, hair, hand, leg, tongue, mouth, مثلا arm، تمام. foot, foot او feet، اقدام. ده اعضاء الجسم. ايه كمان تاني؟ ممكن colors: blue, red, orange, yellow, purple, pink, red, green, black, brown. ايه تاني يا مستر؟ ممكن اشكال هندسيه شيبس، تمام. بالتدريج امسك حاجه، لما يخلصها انا حاجه بعدها. زي ايه مثلا؟ ترينجل، ريكتانجل، كوب، ستار، سكوير، اشكال هندسيه، تمام. سيركل، سفير، الاشكال الهندسيه. طيب ايه تاني يا مستر؟ ممكن ايام الاسبوع: ساتردي، ساندي، ماندي، تيوزدي، وينزدي، ثيرزدي، فرايدي. طيب ايه، خلصنا من كده. ممكن نحفظه ال ضمائر الفعل السبعه. ضمائر الفعل السبعه واقول له: انا يعني اي، هي يعني هي، هو يعني شي، ات هو هي، هو وهي غير العاقل، نحن يعني وي، هم يعني ذي، انت وانتم يعني يو، تمام. يبقى اعضاء الجسم، اشكال هندسيه، ايام الاسبوع، الالوان، الشيبس، الاشكال، تمام. طيب لقيته مشي بقى خلاص. خلاص لو خلصت الشورت فاولز وبدات في اللونج فاولز، لو هو في اولى مثلا او هو في ثانيه، تمام، هبدا بقى اطبق اللي هو اخده على الكلمات. هبدا اطبق اللي هو اخده على الكلمات واحده واحده. الكلمه اللي فيها مثلا شورت او، اوريدي شورت او خدناها، زي كلمه دكتور نقسمها نصين: دوك تور، زي كلمه دينتست دين فشورت اي بعدين تيست دينتست، تمام. زي كلمه ماب خريطه، زي كلمه مام، زي كلمه مثلا كلر مثلا، اطبق، تمام. ابني يعرف ايه؟ يعرف حاجات كتير شفوي، اعرف يقدم نفسه مثلا: ماي نيم از مثلا محمد، اي ليف ان كاي، اي ليف ان ايجيبت مثلا، او اي ام فروم ايجيبت، اي ام 33 ييرز اولد، اي ونت تو بي ا تيتشر، اي ونت تو بي ا دكتور، اي ونت تو بي ا دنتست، اي ونت تو بي اني اني جوبز، اي وظيفه، تمام. حاجات كتير شافه، حاجات كتير اورال. طالما هو عارف او هو قابل، ادي له حاجات كتير. طالما هو عارف وقابل، ادي له حاجات كتير، تمام. شفوي اورال بجانب الفونكس، بس اهتم يا جماعه بالفونكس. ده كانت اجابتي على السؤال بتاع الجروب. ان شاء الله لو لقيت، هنزل الفيديو ان شاء الله، لقيت تفاعلات وفي تحت في الكومنتس تعليقات، هقول لكم ايه هي الحاجات نطقها الصحيح اللي يحفظها. احنا قلنا الحاجات اهي، بس هعمل فيديو ان شاء الله تاني للحاجات كلها نطقها الصحيح، وازاي يقدم نفسه، وازاي يعبر عن نفسه، عشان الانجليش مهم جدا في كل الجوبس، في كل الاماكن، في كل حته النهارده، في كل مكان في العالم. الانجليش مهم جدا في الوظائف. ده كانت اجابه على السؤال، كل ما يتعلق بالسؤال. ان شاء الله هنزعل جروب دلوقتي حالا وعلى القناه. ان شاء الله هعمل لكم فيديو بنطق الحاجات اللي انا قلت عليها وترتيبها ان شاء الله. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.